المبعوث الأممي إلى اليمن يعتبر اتفاق السويد خطوة أولى نحو الحل الشامل. الأحزاب الكردية تعتبر التهديدات التركية بمهاجمة الشمال السوري إعلان حرب. باريس تستعد لموجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء، وماكرون يدعو إلى حوار وطني. موجز أنباء الخامسة فجرا يأتيكم دوما من إكسترا نيوز، أهلا بكم. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن اتفاقات السويد تمثل خطوة أولى للحل الشامل، وفي إفادة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال جريفيث أن الاتفاقات دخلت حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها في 13 من هذا الشهر، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستتولى إدارة الموانئ اليمنية الثلاثة المطلة على شاطئ البحر الأحمر. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اعتراف بلاده بالقدس الغربية فقط عاصمة لدولة الاحتلال، مشددا على التزامه بحل الدولتين. وقال موريسون في مؤتمر صحفي إن إسرائيل لن تنقل سفارتها إلى القدس الغربية إلا بعد حل قضايا الوضع النهائي، مؤكدا دعمه لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة في كلا الاتجاهين، وقد شهدت القدس مواجهات عدة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات. من جهته اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري بهدف هدم منزل زعمت حكومة الاحتلال أنه لأحد منفذي عمليات الطعن. قالت أحزاب كردية سورية إن التهديدات التركية بمهاجمة الشمال السوري تصل إلى حد إعلان الحرب، ودعت القوى الدولية لمنع الهجوم على المنطقة. وقد دعت الأحزاب الكردية الرئيسية في سوريا وغيرها من الجماعات المتحالفة معها في بيان إلى وضع برامج استراتيجية ومرحلية لمواجهة ما وصفته بالعدوان التركي الوشيك. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيطلق حوارا وطنيا للخروج بمقترحات ملموسة على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. ودعا ماكرون خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل المتظاهرين إلى التعبير عن مطالبهم من خلال الانتخابات القادمة سواء كانت البلدية أو الرئاسية. في المقابل دعت حركة السترات الصفراء إلى تظاهرات جديدة في العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى اليوم السبت. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميك موليفاني في منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفا للجنرال المتقاعد جون كيلي. كان موليفاني يشغل منصب رئيس مكتب التخطيط والموازنة في البيت الأبيض، وستكون من بين مهامه الرئيسة في منصبه الجديد التفاوض مع الكونغرس حول مشروعات القوانين وتقديم المشورة للرئيس في القضايا السياسية والأمنية. ختام هذا الموجز، دوما تابعوا مزيد من الأخبار من خلال موقعنا الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى.